بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. زي ما تعودنا حلقتنا بتبقى عباره عن جزئين، الجزء الاول بتبقى مجموعه من الاخبار مهمه وبنعلق عليها وبنشوف الدنيا وصلت لفين في الالعاب الاخرى واهم الاحداث اللي حصلت على الساحه. النص الثاني بيكون معانا مجموعه من الابطال، ابطالنا النهارده هم ابطال افريقيا لكره اليد للشباب. خليني اقول لحضراتكم انه الكره الطائره طبعا اللي فازوا من ايام ببطوله افريقيا وتاهلوا لكاس العالم كاول لافريقيا وفازوا بطوله العالم، بلاش بطوله العالم، هي الفرقه دي بتبقى اسمها بطوله العالم او كاس العالم، بتبقى للفريق الكبير او المنتخب الكبير، منتخب الناشئين بتبقى بطوله العالم. طبعا تاهلوا كاول افريقيا وكنا نقلنا لحضراتكم طبعا مباراتهم النهائيه كانت مع المغرب واللي فزنا فيها 3-0. الحقيقه هيكون معانا ابطالنا النهارده هنتكلم معاهم وهنشوف الانجاز ده طموحاتهم احلامهم، خاصه ان هذا الجيل فاز ببطوله او رابع عالم من سنتين سنه 2017 في تونس. فالفريق ده الحقيقه بروميسنج جدا، عنده يعني مستقبل باهر لو حافظنا على الجيل ده. وطبعا هيكون في احداث تانية وامور تخص الكره الطائره هنقولها لكم في حلقتنا، سفر افريقيا والامور دي وبتاع لفريق الناشئين اللي كانوا رايحين نيجيريا، في امور وجد جديد النهارده اكيد لما نروح للجزء بتاع الكره الطائره اكيد هنكلمكم عن الاحداث دي. خلينا نروح لاخبارنا، هنبتدي طبعا بكره اليد اللي فرضت نفسها على الساحه الفتره اللي جايه. أسامة الجزيري لاعب النادي الأهلي المحترف التونسي تم استدعائه على رأس قائمة منتخب تونس. طب استدعائه ليه؟ الكابتن سامي السعيدي المدير الفني استدعاه طبعا عشان يروح يخش معسكر مغلق في تونس من 1 ل6 مارس عشان يروحوا التصفيات أو ملحق التصفيات ل طبعا بطولة أولمبياد طوكيو 2020 اللي هتقام طبعا في اليابان. طيب المباراة دي هتقام فين؟ هتقام في مدينة مونبيليه في فرنسا من فترة من 12 ل14. طيب منتخب تونس ايه استعداده ليه؟ طبعا معسكر مغلق من 1 ل6 مارس، وبعد كده هيسافر فرنسا يوم 8 عشان ينضم له لعيبته او اللعيبه التونسيين في فرنسا عشان يخوضوا المنافسات دي. وهم الحقيقه وقعوا في المجموعه الاولى معاهم فرنسا كرواتيا البرتغال، مجموعه صعبه. اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخب تونس ان هو يتاهل وينجح للتاهل لطبعا البطوله الاولمبيه او الدوره الاولمبيه في طوكيو. خليني اقول لكم انه برده كمان كان اسكندر زايد ويوسف معرف لعيبه النادي الاهلي السنه اللي فاتت برضه انضموا لهذا المعسكر. الحقيقه فريق تونس فريق كويس، يمكن ساعات بيصادفوا سوء الحظ، ولكن نتمنى ان شاء الله انه يتاهل من المجموعه الصعبه اللي هو وقع فيها، لان الحقيقه مجموعه ثقيله يعني فرنسا وكرواتيا مش هيهزروا. ولكن ان شاء الله منتخب تونس نتمنى له كل التوفيق ويتاهل لطوكيو ان شاء الله عشان يلحق مع منتخب مصر او يلحق بمنتخب مصر هناك باذن الله. الحقيقه الاسبوع ده كان اسبوع الاهلي وسبورتنج، يمكن النادي الاهلي لعب سبورتنج في العاب كتير جدا، يمكن الحمد لله كنا يعني الحظ حالفنا في يعني في تقريبا في كل المباريات. وكان نهائي كاس مصر سيدات كره سله كسبنا الحمد لله. النهارده خبرنا مع سيدات اليد ايضا كنا بنلعب سبورتنج ونجحنا ان احنا ننتزع الفوز 24-23، دي في الجوله 27. النادي الاهلي بيتصدر الجدول الترتيب العام بنتيجه ب 77 نقطه، يليه في المركز الثاني سبورتنج بفارق 7 نقاط. اذا كانت المباراة دي مهمة جدا لان انت بتلعب الوصيف، فمباراتك مع الوصيف بتبقى باتنين لان النقط اللي انت بتاخدها لو راحت له بتزقه هو وتقربه منك. فرقتنا طبعا عندها الماتش اللي جاي مباراة متوسطة قدام نادي مدينة نصر يوم الجمعة الجاية على صالة مدينة نصر. كاميرا الابطال كانت هناك في المباراة، صورنا التقرير ده مع ابطالها او بطلاتنا، نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. والله طبعا افريقيا سبورتنج فرقه محترمه برضو، هي الثاني في الجدول اللي ورانا. طبعا احنا مسيرين الشوط الاولاني وطلعنا الشوط الاولاني فرق 4 اجوان، بس حصل دروب عندنا اللي احنا بصراحه ضيعنا كتير بصراحه، كام كوره كده كان انفراد هم اللي اثروا وقربوا، وكمان هم كان عندهم كمان اصرار ان هم يقربوا النتيجه او يكسبوا زي اي فرقه المفروض ان هي بتلعب على الدوري ويبقى عندها طموح يعني. بس الحمد لله التركيز شويه مننا قل في جزء من الماتش، بس قدرنا الحمد لله ان احنا نكسب والفريق يتسع ل8 نقط بينا وبين سبورتنج.
طبعا احنا عندنا ماتش جاي الجمعه الجايه ان شاء الله مع نادي ميت نصر، طبعا فرقه محترمه برضو، وانا بحترم كل الفرق مهما كان هي قدراتها ايه، بس كل ماتش بنشتغله على حده. ما بفكرش اصلا، انا ما فكرتش في ماتش مثلا ميت نصر قبل ماتش سبورتنج، لازم كل ماتش بعده على حده، واحنا وانا معود اللاعبات على كده بحيث ان هم يبقى تركيزهم على الماتش ده بس. اما الفرق بيننا وبين سبورتنج الحمد لله اتسع، ومع الضغط كمان بتاع نادي الشمس كمان بطل الموسم اللي فات، احنا كمان بنعمل نقول لهم احنا كمان الاهلي كمان راجع يرجع تاني ياخد بطولاته ان شاء الله، طبعا بتعب اللاعبين ومجهودهم، وبشكر اللاعبين كلهم واحده واحده يعني. الحمد لله المكسب كان من نصيبنا النهارده، صحيح انه في اخر المباراه يعني سكور بقى زي بعض وكده، بس الحمد لله جرينا الماتش مع الكابتن، اخذ تايم اوت في الوقت المعين وادلنا نصائح طبقنا، وكنا عند نصيحه الكابتن والحمد لله رجعنا في المباراه ونجحنا بالكسب الحمد لله. المباراه اللي جايه ان شاء الله مباراه المنطقه، المفروض انها اخر مباراه قبل النهائي مع هوليودو، وان شاء الله يعني تكون مباراه من نصيبنا ونترشح لنهائي المنطقه ان شاء الله. طبعا احنا متصدرين علشان احنا هدفنا ان شاء الله السنه دي 3 بطولات، السنه اللي فاتت كنا خسرنا البطولات كلها، واحنا ما كناش صعب علينا بالنسبه لنا ان احنا نخسر 3 بطولات، احنا دلوقتي اول، بعد كده هنخلص الدور الثاني ده كله نطلع اول ان شاء الله عشان المرتبط بتاعنا ناخد النقط بتاعته وكده. لسه هنلعب مجمعتين تحدد فيه مين بطل الدوري وكده، فدي بتبقى اصعب طبعا، في فرقه تبقى قويه طبعا زي السبورتنج وهتبقى زي الشمس وهتبقى زمالك وكده، فنقدر ان شاء الله نطلع بالبنطات العاليه بتاعتنا ونقدر نحسم الدوري ان شاء الله. المباراه كانت صعبه جدا، وبالذات احنا في الشوط الثاني، يعني في الشوط الاول كنا متصدرين بالاهداف، بس في الشوط الثاني حصل تراجع مننا في المستوى وما قدرناش نهدف على الجون كتير، بس الحمد لله ابتدينا نرجع في الماتش والحمد لله خلص الماتش لصالحنا. طبعا هو في اصابات كتيره جدا، عندنا 6 7 اصابات طبعا مقصرين، وفي مراكز مهمه يعني، وطبعا نتمنى ليهم السلامه يرجعوا باسرع وقت يعني عشان يلحقوا معانا بقيه الدوري ان شاء الله الدورتين المجمعتين. هو طبعا اللي حصل السيزون اللي فات حصل لنا دروب ما خدناش ولا بطوله، دي طبعا كانت كارثه لان عمرها ما حصلت في النادي الاهلي، بس احنا وعدنا الجمهور يعني وعدنا النادي ان احنا ان شاء الله مش هنفرط في اي بطوله السنه دي، حتى ان احنا متفقين من اول الموسم ان احنا اي ماتش هننزل حتى ضعيف قوي ان احنا نحترم الخصم اللي قدامنا ونأدي كويس. خليني اقول لحضراتكم ان التقرير ده يعني انا ما شفتوش قبل ما اتعرض على فكره، بس في يعني تعليق معين عايز اقوله على كابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى يوسف قال نفس الكلام اللي احنا قلناه، قال انه مباراه الوصيف بتبقى مهمه جدا لانه الحقيقه بتوسع الفارق فبتخليك تطمن، دي رقم واحد. رقم اتنين، لو خدتوا بالكم من يعني بطلاتنا بيقولوا يا جماعه احنا عايزين نرجع البطولات تاني، يمكن النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان عنده تغيير جيل بجيل واصابات كتير، ما توفقناش ان احنا ناخد بطوله الدوري وكان خدها نادي الشمس. في اصرار زي ما انتم شايفين من اللاعبات ان هم حاسين ان المركز الثاني ده مش بتاعنا، احنا المركز الاول هو بتاعنا، وقعدنا سنين طويله النادي الاهلي يمكن عمل ريكورد كبير جدا في كره اليد سيدات على يعني على ما اتذكر حاجه و30 سنه بطوله الدوري. فطبعا لما بيحصل دروب بتلاقي حتى اللاعبات مش احنا مش ده مش مكاننا، ففي عزيمه وفي اراده ان البنات ترجع للمركز الاول. طبعا كابتن يحيى يوسف باذل مجهود كبير، اللاعبات قافلين على نفسهم، اتمنى لهم كل التوفيق، وزي ما قلنا ده نادي او اسبوع الاهلي وسبورتنج في مواجهات كتير، هنروح لكره الطائره رجال، وبرده كان عندنا ماتش مع سبورتنج ونجحنا الحمد لله نفوز 3-0 في الكره الطائره رجال. كابتن محمد مصلح حميد وبدا طبعا يظبط فرقته، نتيجه المباراه خلصت 3-0. المباراه اتلعبت الجمعه اللي فاتت على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره، الماتش الجاي ان شاء الله هنلعب نادي الداخليه على صاله المركز الاولمبي بالمعادي، وزي ما عودناكم كاميرا الابطال كانت مع ابطالنا هناك في المباراه، عملنا التقرير اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. طبعا الفرقه الحمد لله رب العالمين كلها نجوم عندنا. الشوط الاول يعني فرقه سبورتنج وقفت معانا شويه، بس الحمد لله في المجمل في الاخر النتيجه 3-0، وده اللي يهمنا في الاخر ان احنا بنلعب دلوقتي مش عايزين يبقى مش عايزين نخسر شوط، مش هقول لك مثلا مش عايزين نخسر شوطين او بونت، لا احنا بنلعب دلوقتي في تعليمات جايه صريحه للعيبه، احنا بنتحاسب دلوقتي على الشوط اللي بيروح مننا مش على الماتش، لا بنتحاسب على الشوط. فالحمد لله على نتيجه 3-0، ويا رب اللي جاي كله يبقى كده ان شاء الله. خسارتنا ماتش بتروجيت طبعا دي بتخلينا دلوقتي مش بنبص لنتائج الفرق اللي حوالينا قد ما بنبص لنتائج فرقتنا، فاحنا دلوقتي كل شوط ليه حساب.
لان انت طبعا انت عارف ان احنا لما بنكسب اي ماتش 3-2 بناخد 2 بونت والخسران بياخد بونت، لكن لو كسبنا الماتش 3-1 او 3-0 احنا بناخد 3 بونت، لكن ده مش بيفرق معانا احنا في الاخر خالص. اللي يهمنا ان احنا لازم الاداء يبقى كويس ومتميز في الفتره اللي جايه، علشان ده الطبيعي اللي يكون لازم نتيجتنا كلها تبقى في الفتره الجايه 3-0. والله الحمد لله مباراه سبورتنج يعني فرقه كويسه، بس الحمد لله احنا قدرنا نسيطر على المباراه، وكابتن ميدو ده طبعا بيلعب الناس كلها، وان شاء الله الجاي افضل، لان احنا كنا ماتش بتروجيت ده كان ماتش يعني كبوه بسيطه كده، وان شاء الله قادرين ان احنا نعدي من المراحل اللي جايه دي كلها. وبنوعد جمهور النادي الاهلي ان احنا برضك على المستوى اللي احنا ماشيين عليه، النادي الاهلي رقم واحد، وان شاء الله نحقق كل حاجه في النادي الاهلي في البطولات. والله كل مباراه ان شاء الله اللي جايه باذن الله هنكمل فريق النادي الاهلي فريق كبير ان شاء الله. كل الماتشات اللي جايه مش سهله صعبه، ودايما الفرقه كلها بتلعب صد النقله بتموت نفسها، فان شاء الله بنقعد جمهور النادي الاهلي بالدوري باذن الله. ماتش سبورتنج انا شايف يعني الاداء الحمد لله كان فوق المتوسط، طبعا احنا دلوقتي يعني مزودين جدا في التمرين وكده لان بنستعد للمباريات الفتره الجايه يعني، وبنلعب طبعا بمعظم اللاعبين شاركوا في المباراه، الناس الاساسيه والناس البديله وكله عشان نجهز الفرقه كلها، ان احنا طبعا في مباراه ثانيه طبعا اللي هي بقى المباراه اللي بننافس بيها على الدوري يعني. فانا شايف الحمد لله النهارده ده كان كويس جدا، عملنا اللي طلب مننا في المحاضره قبل الماتش، والحمد لله يعني انا شايف ان احنا ماشيين كويس. كان حصل مشكله في ماتش بتروجيت بنعديها دلوقتي الحمد لله، وبنظبط الدنيا عشان نقدر ان شاء الله يعني نحسم الامور لصالحنا ان شاء الله. يعني اي ماتش دلوقتي نتيجته في الملعب محسوبه، كل شوط كل نقطه يعني الموضوع ما بقاش يتحمل اي يعني مشاكل. فطبعا كابتن ميدو منبه علينا خاصه يعني ان احنا دلوقتي مثلا يعني ما يعني لازم نستنى المباريات اللي هي الحاسمه نوصل لها، بنقعد نبقى الماتش على المكسب على طول، وده اهم حاجه ان احنا نحافظ على فرصتنا، وان احنا ما نبعدش بقى باي طريقه ما بخساره اشواط بخساره نقط، نبقى في احسن وضع عشان نقدر ان شاء الله نتفاوت يعني نعدي الماتش اللي هو بتاع بتروجيت يعني. هو الحمد لله يعني مباراه متوسطه النهارده ونتيجه كويسه الحمد لله، حسمناها 3-0، وكابتن ميدو ده قدر يدي فرصه للناس كلها ان هي تلعب وتشارك عشان يجهز اكبر في قدر من اللعيبه الفتره دي الحمد لله. الفكره احنا بالنسبه لنا ان تحديد البطل هو عدد المكسب قبل النقط، فاحنا اهم حاجه وهي فرقه عندنا الحمد لله ما فيش ماتش داخلين غير على المكسب، حصل يمكن دروب شويه في من اسبوعين، بس الحمد لله الفرقه قدرت بعد كده الماتشات اللي بعد كده تخلص بنفس النتيجه 3-0، وان شاء الله هنقدر نكمل وناخد دوري ونوعد بيه جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه فريق كره الطائره عنده تحديات كبيره السنه الفتره دي، يعني السنه دي كمان خاصه، بس الفتره دي من السنه في تحديات كبيره، مباريات لحمه ببعضيها، بطوله افريقيا للانديه هتبقى اخر مارس اول ابريل. الحقيقه يعني ربنا يكون في عونهم، بس احنا كلنا ثقه طبعا في الفريق ده. وخلينا اقول برضو يعني اذكركم في النص الثاني من حلقتنا هيكون معانا ابطال منتخب الشباب لكره الطائره اللي فازوا ببطوله افريقيا وتاهلوا لبطوله العالم، هيكون معانا عبد الرحمن الحسيني اللي خد احسن استقبال في البطوله، وهيكون معانا مروان الصافي احسن لاعب في البطوله ايضا، والاثنين ولاد النادي الاهلي. طبعا في اربع لاعبين تانيين موجودين، ولكن هيكونوا معانا اكيد في الفتره اللي جايه وفي الحلقات اللي جايه. وبنفكركم كمان انا الشوقي خد احسن طبعا صانع العاب في البطوله، وهو ايضا لاعب النادي الاهلي. فانتظروا في النص الثاني هيكون معانا اخبار عن الكره الطائره اكتر شويه. وخليني اذكركم بحاجه سريعا يمكن مش هلاقيها في الاخبار تخص الكره الطائره كمان. النهارده وزاره الشباب والرياضه خدت قرار ان منتخبات الناشئين والناشئات اللي كانوا مسافرين نيجيريا يلعبوا بطوله افريقيا مش هيسافروا، لان الحقيقه كانت عمل لهم مساحات وطلع مجموعه من اللاعبين او اللاعبات عندهم كورونا، العدد كبير ما كانش يقدروا يسافروا. في نفس الوقت مش هيقدروا ينتظروا يعملوا مسحه ثانيه عشان يطمنوا على اللاعبات، لان البطوله ليها ميعاد ثابت مش هيلحقوا يروحوها. وفي تطعيمات لازم ياخدوها، انتوا عارفين اللي بيسافر دول افريقيا في بروتوكول لازم ناخد تطعيمات معينه ملهاش علاقه بكورونا، فطبعا لازم هم يبقوا فت عشان ياخدوا هذه التطعيمات، الوقت ضيق مش هيلحقوا يجهزوا للبطوله. فالوزاره بالتنسيق مع اتحاد الكره الطائره خدوا قرار ان الفرقتين ما يسافروش. طبعا القرار ده قرار مؤلم، ولكن سلامه و يعني زي ما بيقولوا الحفاظ على سلامه اللاعبين اهم كتير جدا من اي بطوله، او اهم كتير جدا من التاهل لاي بطوله عالم. فده القرار اتاخد يمكن لسه حالا قبل ما اطلع الحلقه، وقلت برضو اقوله لحضراتكم. خلينا نكمل مواجهتنا مع سبورتنج، بس الحقيقه دي مواجهه جايه لسه. فريق الكره الطائره سيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي ان شاء الله بيستعد بقوه لمواجهه نادي سبورتنج في الجوله ال13. الماتش هيتلعب على صاله الشهداء يوم الجمعه اللي جايه باذن الله.
الاهلي بيحتل الصداره بترتيب 33 نقطه من 11 فوز، 11 في 3 ب 33. متاجل لنا ماتش واحد هو مباراه نادي الصيد. طبعا فتيات الذهب كما تعودنا بيأدوا اداء رائع، اداء متميز. ولما سالنا طبعا رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره، سالناها لما كانت معانا من الملعب طبعا السيده بشرى حجيج، سالناها انها يعني فريق او بطوله افريقيا للسادات لعب فين؟ قالت لك مصر وكينيا مقدمين، بس احنا يعني نتمنى انها تبقى في مصر وبتاع، بس احنا يعني الاخبار اللي جايه لنا لا هي غالبا راحه كينيا، يعني بطوله الرجال هتبقى في مصر، وفي نفس التوقيت او بعده بحاجه وحبه بسيطه هتبقى تقريبا يعني بطوله السيدات. ولكن كل شيء وارد، ممكن الامور تتغير قبلها بلحظه، الموضوع لسه ما اتحسمش. يعني احنا نتمنى طبعا تبقى البطولتين على ارض مصر عشان طبعا نستفاد من الملعب، طبعا مفيش جمهور لان الجمهور هتبقى البطوله الماتشات هتبقى بدون جمهور، ولكن لعبتنا لما بتلعب هنا بيبقى افضل، وان شاء الله يبقى ريكورد جديد للنادي الاهلي سواء رجال او سيدات، ونزود نجمه جديده في بطولات افريقيا للكره الطائره سواء رجال او سيدات. طيب هنروح لكره الماء. كره الماء الحقيقه كان عندهم ماتش مهم جدا 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 الاسبوع ده، كانوا بيلعبوا هليوبلس، وما ادراك ما هليوبلس. هليوبلس فريق جامد جدا في كره الماء، النادي الاهلي نجح انه يفوز نتيجه 10-7. الماتش اتلعب بين الفريقين امبارح في الدوري الممتاز، ولعبتنا قدموا ممتاز يعني مستوى رائع. طبعا انا مش عايز اقول لكم انه 10-7 ده في كره الماء سكور كبير، والماتش كمان اتعمل في ملعب او حمام سباحه نادي هليوبلس. كره الماء الحقيقه بيأدوا اداء رائع، وزي ما قلت لكم ان احنا كنا بعيد ورجعنا تاني للمنافسه في كره الماء، ورجعنا بقوه وبقينا دايما يا في اول يا على منصه التتويج. عندنا مباراه بقى الجمعه الجايه برضو جامده، عندنا ماتش مع الجزيره هيبقى الساعه 9:30 بالليل. كل التوفيق لكره الماء، ربنا يوفقهم وان شاء الله نحصد الدوري الممتاز السنه دي باذن الله. طيب خليني احكي لكم قصه كويسه كده. مها عبد السلام لاعبه او نجمه او بطله، بطله النادي الاهلي ومصر، دي مها معانا في الصوره. مها دي لاعبه غطس، كانت لعبه ريو دي جانيرو وتاهلت في الاولمبيات اللي فاتت، وتاهلت طوكيو كمان. مها بتلعب في امريكا في دوري الجامعات. طب ما ده حلو، كل ده حلو، ولكن الجميل بقى ان مها محققه ارقام كبيره جدا وارقام جامده جدا في القسم الجنوبي في الولايات المتحده في الغطس. خدت 3 ميداليات ذهبيه، ايه هما؟ في منصه الثابته 10 متر جمعت نقط 322 نقطه بفارق 61 نقطه عن اقرب واحده ليها، وفازت بالميداليه الذهبيه. طب الميداليه الثانيه على المنصه المتحركه ارتفاع 10 متر برضه جمعت نقاط 331 نقطه بعد ما يعني تفوقت على بطله الصين. الميداليه الثانيه، الميداليه الثالثه بقى الذهبيه الثالثه كانت على المنصه المتحركه من ارتفاع 3 متر جمعت 344 نقطه وخدت بيها الذهب، وكل الناس اشادوا بيها. طب هتقول لي ايه الحلو في كده؟ الحلو في كده ان كل لعيبه العالم في الغطس اللي بيروحوا يشاركوا في الاولمبيات بنسبه كبيره 60 او 70% من اللاعبات واللاعبين موجودين في امريكا في دوري الجامعات. يعني ده انديكيشن كويس او مؤشر جيد ان مها بتتقدم. مها عبد السلام هتشارك في طوكيو، نتمنى لها كل التوفيق، يا رب تبقى اول مصريه تحرز ميداليه في الغطس. الغطس لعبه صعبه جدا، الحركه بتفرق، الهمسه بتفرق، تجميع نقاط، محاولات متكرره تاخد بيها ميداليه. نتمنى كل التوفيق ليكي طبعا مها عبد السلام. كده اخبارنا جوه النادي الاهلي انتهت، هطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا المحليه، ولكن بعد الفاصل. كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل عن طبعا مها عبد السلام ونجمه مصر في الغطس. الحقيقه وكانت طبعا زي ما قلت لكم نتمنى لها تبقى اول سباحه او اول غطاسه مصريه تاخد ميداليه في اولمبياد طوكيو. عايز افكركم ان في لاعب مصري سنه 1928 خد ميداليتين الحقيقه في الغطس، وهو الكابتن فريد سيميكا، وخد ميداليه سنه 1932 ميداليه ذهبيه ايضا كانت في بطوله العالم. يعني كان الرجال يعني سبقوا واخدوا ميداليات في ده، بس من زمان قوي، يمكن من 100 سنه تقريبا، يعني داخلين على 100 سنه. نتمنى كمان الموضوع ده ان شاء الله يتحقق في اولمبياد طوكيو القادمه باذن الله. طيب هنروح لكره اليد. كره اليد عندهم معسكر مهم جدا مع المنتخب في اسبانيا. منتخب المعسكر هيتعمل طبعا في الفتره او في شهر مارس اللي جاي، هنلعب 3 ماتشات لحد يوم 19 مارس الدوري هيتوقف عشان المنتخب رايح. طب الماتشات ايه؟ هيلعب اول ماتش مع فريق اديمار ليون يوم الاربعاء اللي جاي، وهيلاعب اتلتيكو بلد الوليد يوم 11 مارس، واخر ماتش هو اهم ماتش طبعا هيكون مع منتخب اسبانيا 13 مارس. وانتوا عارفين طبعا منتخب اسبانيا قوي جدا وكان مادي اداء رائع في بطوله العالم هنا.
طبعا ده هيكون استعداد لطوكيو 2020، في خطه اتحطت من الاتحاد مباريات كده، يعني الدوري يقف، المنتخب يروح يلعب 3 4 ماتشات وبيرجع يلعب يستأنف الدوري. واحنا لغايه دلوقتي منتظرين نشوف القرار ايه بخصوص الموسم اللي فات. احنا مش هنعلق ولا هنتكلم ولا ننتظر طبعا بعد التغييرات اللي حصلت، وطبعا اكيد زي ما انتم حضراتكم عارفين طبعا ايقاف رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر عام من قبل الاتحاد الدولي، ده طبعا خبر كل الناس عارفاه، وطبعا تولى المسؤوليه الكابتن مؤمن صفا في الاتحاد. احنا منتظرين نشوف اللي هيحصل ايه في الازمه طبعا الموجوده. احنا ما عندناش ازمه، نادي الاهلي خالص، بالعكس نادي الاهلي عايز يلعب، نادي الاهلي عمره ما قال انا مش عايز العب، ولكن احنا منتظرين نشوف القرار ايه. نتمنى انه يعني القرار يتعدل. احنا زي ما مش هنتكلم في الموضوع ده، احنا اتكلمنا وايه وزي ما بيقولوا فردنا له وقت طويل جدا في حلقتنا واسهبنا وقلنا كتير ولسه عندنا كتير هنقوله، ولكن احنا منتظرين، احنا طالبين الحق. العب، عايز تكسب اكسب بدراعك، كلام ما فيهوش اي حاجه غلط. لا يا اما كنت تلعبني من 8 شهور بالقائمه القديمه وانا كنت برضه هلعب، بالرغم ان انا كنت في المركز الثاني وما كانش عندي اي مشكله ان انا العب، فما تجيش نتيجه تخبطات تقول لي لا العب بالقائمه القديمه وبعد 8 شهور. احنا منتظرين اهو، مش هنتكلم لغايه ما نشوف القرار ايه. هنروح طبعا لوزاره الشباب والرياضه، الوزير دكتور اشرف صبحي قعد مع رئيس اتحاد الدراجات. طب ليه؟ انتوا عارفين طبعا مصر دلوقتي بقت قبله البطولات العالميه والقاريه والاقليميه وكل شيء طبعا. دكتور اشرف صبحي قعد مع الدكتور وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات عشان يناقشوا اخر استعدادات مصر لاستضافه بطوله العالم للناشئين للمضمار، واللي هتستضيفها مصر شهر 9 اللي جاي باذن الله. مصر هتستضيف اكتر من بطوله للدراجات خلال السنه دي. يعني احنا بنستضيف دلوقتي بطوله افريقيا، دلوقتي في بطوله افريقيا بتتلعب للدراجات طريق، واللي بتتلعب في مدينه الشيخ زايد في الفتره من 2 ل 6 مارس الحالي. عندنا كمان بطوله افريقيا كمان اسبوع، وهتبقى للمضمار على مضمار استاد القاهره الدولي في الفتره من 10 لحد 13 مارس، ادي بطولتين في مارس. طيب وعندنا بطوله عالم للناشئين في شهر 9. طب بطوله افريقيا اللي جايه كمان اسبوع كم دوله هتشارك واكدوا مشاركتها؟ 15 دوله افريقيه، مصر، الجزائر، المغرب، السودان، تنزانيا، اثيوبيا، رواندا، اوغندا، بروندي، ملاو، والكونغو الديمقراطيه، وكوت ديفوار، وبنين، وجنوب افريقيا، وبوركينا فاسو. 15 دوله اكدوا وصولهم طبعا ل مصر او ان هم هيجوا يشاركوا طبعا في البطوله. وخليني اقول لكم انه الدرجات لعبه يعني مش زي ما الناس فاكره ان الموضوع سهل، لا الموضوع صعب جدا، ودول اوروبا بتنافس فيها بشده، ولكن بتهيألي بعد البطولات دي وارد جدا ان مصر يطلع عندها طبعا مجموعه جيده جدا من السباقين او يعني والمتسابقات كمان نقدر بيهم نحقق ميداليه دوليه او اولمبيه. هنروح للكاراتيه، الكاراتيه عندهم طبعا بطوله مهمه في تركيا. اتحاد الكاراتيه اعلن عن مشاركه 19 لاعب في بطوله البريمير ليج الدوليه واللي هتتلعب في تركيا في الفتره من 10 لغايه 15 مارس اللي احنا فيه. القائمه هتضم 19 لاعب، 12 منهم في الكوميتي، وهم محمد صلاح عبد الحميد في وزن 60 كيلو، علي الصاوي عبد الرحمن حاتم في وزن 67 كيلو، عبد الله ممدوح في وزن 75، محمد رمضان في وزن 84، طه طارق في وزن بلس 84 او ازيد من 84، ريم احمد رمزي في وزن 50، ياسمين حمدي في وزن 55، فريال اشرف في وزن 68، شيماء ابو اليزيد وسهيلة احمد وحبيبه ماجد في وزن بلس 68. دول بالاضافه لسبع لاعبين في الكاتا، وهم ساره عاصم، ايه هشام في فرد الكاتا، وفي فيما يضم فريق الكاتا رجال كل من زياد محمد عبد الرحمن، يوسف اشرف احمد، علي محمد عبد الحي، كما يضم فريق الكاتا برضو سيدات كل من ايه هشام واسماء مجدي عبد الله وتقى هشام فاروق. طبعا الكاراتيه مشاركته ب 19 لاعب ده اعداد جيد جدا جدا. وخلينا نقول انه برضو الكاراتيه انت عارف، انتوا عارفين عندنا ابطال عالم، وعندنا جيانا فاروق، دكتوره جيانا فاروق من النادي الاهلي بطله العالم ومتاهله لطوكيو ايضا، وعندها فرصه كبيره انها تاخد ميداليه. الكاراتيه خرجت نجوم، عندنا مهند مجدي او دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان بطل عالم كاراتيه، عندنا الحقيقه في مصر ليه وضع خاص، وضع مميز، وفي النادي الاهلي بالذات لوضع مميز جدا جدا جدا. كل التوفيق لمنتخب الكاراتيه. هنروح لمنتخب الجودو، رايح اوزبكستان عشان يشارك في البطوله او بطوله تاشكند الدوليه. منتخب مصر للجودو سافر امبارح لاوزبكستان عشان يشارك في بطوله تاشكند الدوليه واللي هتتلعب في الفتره من 5 ل 7 مارس اللي احنا فيه. بعثه منتخب مصر بتضم اربع لاعبين، وهم محمد محي الدين في وزن 73 كيلو، ومحمد عبد العال وعبد الرحمن محمد في وزن 81 كيلو، ورمضان درويش في وزن 100 كيلو جرام. البطولة دي هيشارك فيها
509 لاعب. متخيلين الرقم؟ 509 لاعب هيشاركوا في البطولة دي من 73 دولة. يا جماعة رقم كبير قوي وبطولة مهمة قوي. زي ما احنا عارفين أوزبكستان وطاجكستان والدول دي الجيب ده في أوروبا بيتميز بالألعاب الفردية أو التصارع الفردي عندهم عالي جدا، وعندهم ميداليات كبيرة وعندهم أبطال بشكل كبير. 73 دولة، 509 لاعب من 73 دولة هيشاركوا في بطولة تاشكند الدولية، وده أكبر إعداد وأهم إعداد طبعا قبل مشاركتنا في أولمبياد طوكيو اللي جاية. وكده تكون خلصنا أخبارنا المحلية. خلينا نروح للأخبار العالمية. برضو لسه كورونا بيلقي بظلاله على الرياضة في العالم. كورونا يتسبب في تأجيل كأس العالم للرجبي العام المقبل. الاتحاد الدولي للرجبي بالمناسبة اللعبة دي شافت أو نهضة كبيرة في مصر اليومين اللي فاتوا أو الفترة اللي فاتت. الاتحاد الدولي للرجبي أعلن تأجيل كأس العالم للسيدات، والمفروض كان هيتلعب السنة دي لحد السنة اللي جاية، تأجل من السنة دي للسنة اللي جاية بسبب طبعا تفشي فيروس كورونا. البطولة كانت المفروض هتتلعب في نيوزيلندا في الفترة من 18 سبتمبر ولحد 16 أكتوبر اللي جاي. الاتحاد الدولي عمل اجتماع في مجلسه التنفيذي واللي هيتعمل يوم 9 مارس اللي احنا فيه عشان يشوف الميعاد الجديد للبطوله. بالرغم ان سبتمبر بعيد واكتوبر بعيد، بس هم فضلوا انه ايه ياجلوا البطوله ل 2021. كل اتحاد بيشوف طبعا ظروفه ايه ودنيته ايه، واكيد بينسق مع البلد المستضيف ويشوف لو الدنيا تسمح ان هم يشاركوا بيشاركوا، ما كانش بتتاجل. ونتمنى طبعا نخلص من هذا الوباء سريعا، ويعني يمكن التطعيمات بدات تظهر على الساحه، يا رب تحد من انتشار هذا الفيروس وترجع الرياضه ثاني تتحرر زي زمان. طيب، برشلونه يتغلب على مضيفه باثنياكوس بالدوري الاوروبي كره السله. طبعا باثنياكوس لعيب او فرقه يونانيه او بطل يونان، برشلونه كسبه طبعا، مفروض كسبه نتيجه قريبه جدا 85-77. البطوله دي كانت اتلعبت في الجوله 27، خلاص الدوري الاوروبي قرب من الادوار الاقصائيه اللي بيشارك فيها 18 لاعب، 18 نادي، 18 نادي يعني 36 ماتش، احنا في الجوله ال 27، يعني الدنيا قربت جدا على الادوار الاقصائيه. الفوز ده خلى برشلونه في صداره الترتيب، 19 انتصار من 27 ماتش. برشلونه وعشاق برشلونه في كره القدم لهم ان يفخروا ان فريق كره السله هو في الزعامه وفي تصدر الدوري الاوروبي حتى الان. باناثينايكوس فضل في المركز ال 16 بعد ما كسب 9 مباريات وخسر 16 مباراه، لانه لعب 25 ماتش والباقي اتاجل عشان كورونا. هيلعبهم بس الحقيقه كانت مباراه جيده جدا، وزي ما انتم شايفين برشلونه لابس ليه زي او لون كده يعني غريب شويه. الحقيقه يعني اللون البينك اللي لابسه فريق يعني برشلونه لون حلو، وعلى فكره بالمناسبه في فريق في الام بي اي بيلبس نفس اللون، فبالحقيقه بيدي كده يعني شكل فريحي شويه وبتخلي الناس مقبله على شوف يعني على الفرجه على المباراه. طيب خلينا نروح لنفس الدوري، الدوري الاوروبي. ريال مدريد فاز على خيمكي الروسي، ريال مدريد خسر امام خيمكي الروسي بالدوري الاوروبي لكره السله. فريق كره السله بنادي ريال مدريد الاسباني خسر فرق نقطه واحده 78-77. الماتش ده كان في الجوله 27، واللي بيشارك ايضا زي ما قلت لكم 18 فرقه في بطوله اوروبا، بطوله جامده جدا. وعلى فكره اغلب اللعيبه دي اللي بيظهر منهم بيروح الام بي اي. اكبر مثال على ذلك لوكا طبعا اللاعب الاوروبي اللي راح امريكا، وحقيقه عمل ارقام كبيره جدا في دوري الام بي اي. الفوز ده ما شفعش للفريق الروسي لانه عشان يعدل مركزه من المركز الاخير، فضل برضه بعد الفوز ده برضه في المركز الاخير لانه لعب 26 ماتش حقق في 3 فوز منهم الفوز ده. اما ريال مدريد ففضل في المركز الخامس، وده مركز جيد بعد ما حقق 16 فوز و11 خساره من اصل 27 ماتش. وريال مدريد هو اكثر فريق حاصل على هذه البطوله في اوروبا، وده معلومه لعشاق ريال مدريد في كره القدم.
في نفس البطولة احنا مستمرين، زالكيريس الفريق الليتواني فاز على فريق ليون الفرنسي، وبالمناسبة ليتوانيا فيها باسكت بول عالي جدا جدا. تمام، المباراة خلصت 85-75 وزي ما قلنا ده في الجولة 27 لسه، والفريق الليتواني في المركز السابع بعد ما حقق 15 فوز من أصل 27، أما الفريق الفرنسي ليون في المركز ال 12 بعد ما كانت دي الخسارة رقم 15 ليه من أصل 27 في جولة لعبهم الفريق الفرنسي. انا بس يعني عايز اعلق على حاجه، انتوا شايفين السرعه في الملعب عامله ازاي، شايفين الحركه، سامعين الصوت، الماتش دايناميك جدا. وعلى فكره الدوري الاوروبي الناس كلها والمتابعين انا بقول لكم انه بيبقى في اوقات اصعب كتير جدا من دوري الان بي اي عشان الديفنس، عشان الدفاع بيبقى والملعب ضيق بيبقى الدفاع صعب. خلاص هنطلع لفاصل عشان نرجع نستقبل ابطال افريقيا في كره الطائره الناشئين واللي فازوا طبعا بطوله افريقيا وتاهلوا لبطوله العالم. هيكون معانا عبد الرحمن الحسيني ومروان الصافي، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بابطالنا، ابطال الشباب لكره الطائره واللي تاهلوا لبطوله العالم كاول افريقيا. برحب بعبد الرحمن الحسيني احد افضل اللاعبين واللي حصل ايضا على كاس احسن استقبال في البطوله. اهلا بك عبد الرحمن. اهلا بيك، منورنا والف مليون مبروك. بنورك والله، ربنا يخليك. طبعا بنرحب بضيفنا الكابتن مروان الصافي اللي رقصني في الاستوديو، يعني اقول لكم رقصني ليه، ولكن طبعا هو حصل على كاس طبعا افضل لاعب في البطوله واحد يعني اهم اللاعبين في الفريق، واللي كان له دور كبير طبعا مع باقي زملائه في الحصول على كاس افريقيا والتاهل لبطوله العالم. اهلا بيك يا مروان. اهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. نورك يا مروان. خلينا نبتدي معاكم القصه من البدايه، يمكن من سنتين 2019 انتوا نفس الجيل بتاعكم خد رابع عالم، كانت بطوله العالم في تونس. هنرجع شويه للبطوله دي، يمكن ظروفها، كنا مع مين في المجموعه، تأهلنا ازاي، قبل النهائي كنا مع مين، يعني نتكلم عن البطوله دي شويه. اتفضل. انا احنا سافرنا تونس طبعا، قبلها كان معسكر بولندا، عسكرنا اسبوع هناك تقريبا، وبعد كده دخلنا على طول في الماتشات الوديه قبل كاس العالم. ما كانش في كورونا يا كابتن؟ لا، كان لسه قبل موضوع كورونا بشويه يعني. وقابلنا بلغاريا وقابلنا البحرين ماتشات وديه وقابلنا كوبا، وبعد كده دخلنا في جو البطوله على طول. كان معنا في المجموعه المانيا، وكان معنا اليابان، وكان معنا المكسيك، والحمد لله قدرنا يعني من اول ماتش اللي احنا نبقى رجاله يعني، ودخلنا على طول مهم مركزين اللي احنا نحقق. طب الماتشات الوديه اللي انتوا لعبتوها قبل كده، يعني لعبتوا ثلاث مباريات جامدين يعني، كانت اعداد جيد، هل المباريات دي فرقت معاكم؟ يعني انتوا حسيتوا أيوة من المباريات دي انتوا رايحين تعملوا حاجه؟ ايوه طبعا، كان بالنسبه لنا اول كاس عالم لينا، يعتبر الوحيد اللي لعب كاس عالم كان حسين فينا، فاحنا بالنسبه لنا احنا كنا لسه اول كاس عالم واول بطوله واول حاجه يعني لينا، فالماتشات بالنسبه لنا كانت نقله، اللي احنا الاستريس يقل شويه، الماتشات طبعا الوديه مع الفرق زي دي، مع فرق زي كوبا والفرق دي، فرق طبعا مش ضعيفه او صحيح. مش متوسطه، فبالنسبه لنا اللي احنا نلعب الفرق دي في ماتشات وديه، فطبعا كانت فارق لينا طبعا ونقله في المستوى كبيره، وتخلينا ندخل البطوله مرتاحين اكتر، او ما الاستريس علينا يكون اقل بكتير، اقل والاستعداد جاي. طيب خلينا نتكلم عن المجموعه، المانيا، المكسيك، كان معانا مين كمان؟ كمان اظن مين؟ اليابان. اليابان طيب اول مباراه كانت مع مين؟ اول مباراه كانت مع المانيا. مع المانيا.
تالي كنا في المباراه دي فزنا على ما اتذكر. ايوه كسبنا 3-2 انا فاكر 3-2 وكان ده صعبه جدا. وكان المباراه دي صعبه وكانت دي يمكن البوابه ان انتوا كانت طبعا طمعتنا ان احنا ناخد اول مجموعه. تالي كان المباراه الثانيه مع اليابان على ما اتذكر صحيح ولا كانت كانت مع اليابان صح لان انا كنت متابع البطوله دي كويس. طيب احنا فاكر اليابان برده كسبنا 3-0 على ما اتذكر. لا اليابان كنا كسبانين 2-0 وبعد كده خسرنا شوطين وبعد كده كسبنا اللي هو الخامس. يعني 3-2. المباراه كانت ماشيه. طب والمباراه الثالثه المكسيك عملنا فيها ايه؟ لا كسبنا الحمد لله 3-0 تاني. يبقى معلش انا عكست. طب تاهلنا كاول مجموعه عبد الرحمن. يعني يمكن اكمل معاك عبد الرحمن. احنا تاهلنا اول مجموعتنا يمكن ده ريحنا في الطريق بالظبط. قابلنا تقريبا ربع المجموعه الثانيه ولا عملنا ايه صح؟ قابلنا ربع المجموعه الثانيه كان نيجيريا ودي كنا كسبنا في افريقيا الحمد لله. لا دي كانت مشكله ان احنا عشان خسرنا منها في افريقيا يا راجل. يعني احنا خسرنا منها في افريقيا بنروح ولما بنها في بطوله عالم بقى كان زي ما تقول في ثار ما بيننا وما بينهم انتقام شويه. خلصت كام؟ خلصت 3-0 الحمد لله. يعني تقريبا كان اسهل ماتش في كاس العالم يعني. يعني انتوا خدتوا حقكم تمام. بالظبط. طيب 3-0 طلعنا بعد كده على الدور قبل النهائي تمام. كان معانا مين؟ كان معانا في دور الثمانيه كان معانا بيلاروسيا. بيلاروسيا فوزنا على بيلاروسيا. كان ماتش صعب جدا بصراحه يعني. بيلاروسيا كانت واخده كام في مجموعتها بقى؟ كانت واخده كام في مجموعتها؟ لا مش هفتكر صراحه. كانت تقريبا يا تاني يا تالت يعني. المباراه خلصت كام؟ خلصت 3-0. 3-0 يعني انتوا يعني في المجموعه كسبتوا 3-2 3-2 يعني مباراتكم كانت صعبه. 3-2 فاحنا 3-2 ده بطل المانيا بطل اوروبا كان المانيا كان ساعتها اوروبا بطل اوروبا المانيا بطل اوروبا واليابان كانت بطل اسيا. الناس ما صدقتش طبعا. فاحنا طبعا داخلين بطل اوروبا بطل اسيا ورا بعض كسبناهم فالموضوع كان بالنسبه لنا بس ما صدقوش يعني يعني ولا حد صدق يعني لا احنا صدقنا ولا انتوا صدق يعني يعني بتهيألي لما تكسب بطل اوروبا بطل اسيا يبقى اظن يبقى الموضوع مش جاي صدفه بالزبط. خلي بالك لما بتكسب مباراه بيبقى الموضوع ايه بيبقى ممكن يقول لك ده صدفه ده حاجه كانوا مستهترين انما لما بتكسب بطل قارتين موضوع مش صدفه. طب خلينا نقول مباراه قبل النهائي يمكن دي اللي خسرناها عشان كده لعبنا على التالت والرابع كانت مع مين؟ كانت مع ايطاليا. شكرا. شكرا. بس انا كنت متابع عملنا مباراه كويسه انا فاكر. وانا عملنا مباراه كويسه الصراحه بس هو في فرق في مستوى التمرين في مستوى كل حاجه. هم كمان اللعيبه نفسها بتلعب دلوقتي في اقوى انديه في العالم تمام. فطبعا ده بيدي لهم يعني اريحيه في الماتش زي الماتش اللي احنا داخلين نهائي نص نهائي كاس عالم بنلعب ايطاليا برده مهما كان كسبنا مين احنا برضو مغضوضين. يمكن برضو الاجسام تفرق هم طبعا الاجسام تفرق يعني فرق كبير جدا يعني. طب ولعبنا مين في التالت والرابع كمان؟ لعبنا ارجنتين. ارجنتين كانت معانا في المجموعه وكسبناها بس يعني برضو ما توفقناش. لا عادي بس هو يعني انا قصدي اقول لك تالت زي رابع يعني الموضوع ما بقاش كان نفسه برضو يرجع ايه بميدالي يعني كده بس هي كانت كتير. يعني عايز اقول لك كانت مفاجاه لينا كلنا وحتى كنا متابعين الاخبار وكان ساعتها المشرف على المنتخبات انا فاكر كابتن شريف الشمرلي وكان دايما بينزل البوستات بتاعته على صفحته وكنت انا بنتظرها واروح على اللينك جري اللي بينزلها اشوف الماتشات بتاعته. طيب خلينا نتكلم ان ده على سقف الطموح عند الناس يعني الناس متابعاكم كجيل ولما نيجي نتكلم عن كنا بنذيع بطوله افريقيا فقلنا الجيل ده هو رابع عالم فالناس قعدت بقى ركزت تشوف مين رابع عالم. حتى مدير فني المغرب اللي سجلنا معاه قال يا جماعه دول رابع عالم انا يعني كتر خير ان عملت كده تمام. طب انتوا شايفين المرحله اللي جايه ازاي؟ انتوا شايفين ان احنا عندنا بطوله عالم عايزين تعملوا ايه؟ استعداداتكم ازاي؟ والله انا شايف يعني بعد طبعا افريقيا لما كسبنا افريقيا المفروض بقى التجهيزات تبقى اكتر والمعسكرات بره تبقى اكتر. عايزين نتجمع بشكل يكون بدري شويه غير طبعا كاس العالم. احنا قبل كاس العالم على فكره احنا متجمعين قبلها بشهر. في ناس كانت متجمعه قبلنا بفتره كبيره بس احنا اتجمعنا قبل بشهر كان عندنا ثانويه عامه وامتحانات وكده فمعرفناش نتجمعهم قبل كده. فاعتبر احنا خدنا شهر وبعد كده دخلنا في كاس العالم يعني سافرنا بولندا وبعد كده دخلنا في كاس العالم على طول. بس متهيألي برضو خلي بالك يا مروان كورونا مش هتدينا الفرصه فانتوا لازم تبقوا مركزين على نفسكم جدا جدا. احنا طبعا مركزين احنا خلصنا افريقيا وبعد كده رجعنا على التمرين على طول. التمرين ما قعدناش يعني الفتره الكبيره انا اعتبر قعدت يومين وعشان نرجع على طول على النادي. بس طبعا لازم برضو ترجع من النادي تخش في جو منتخب لان انت اصلا بيبقى معاك ناس ثانيه مش نفس الناس اللي موجوده. بالرغم ان في 6 من الاهلي بس انت بتلعب مع مجموعه ثانيه وغير كده بيبقى طبعا التمرين غير التمرين ونظام التدريب غير التدريب فبتحتاج ان انت تاخد فتره اطول ان انت تخش في الجو الثاني الماتشات وجو المعسكرات عشان تبدا تتاهل ان انت تعمل حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم. صحيح. طب عبد الرحمن انتوا رجعتوا على تمرين كابتن حسام ولا رجعتوا على تمرين كابتن ميدو كابتن الدرجه الاولى؟ طلعتوا انتوا السته ولا مجموعه من السته؟ لا مجموعه من السته حسب اختيار كابتن ميدو. كابتن ميدو طلعتوا اتمرنتوا مع الفريق الاول وشغالين يمكن دي لقطات من مباراه المغرب اهي يمكن
كانت مباراه تابعناها على شاشه قناه النادي الاهلي والحقيقه اديته اداء كويس جدا. وعلى فكره منتخب المغرب مش وحش يعني منتخب كافح، وحتى المدير الفني قال ان احنا ظروفنا صعبه وجمعنا قبل البطوله باسبوع. طب خليني ارجع لنقطه مهمه، البطوله دي عايز اتكلم على البطوله دي. البطوله دي يمكن عبد الرحمن كان ليها ظروف خاصه شويه، كورونا ما سافرتوش بره، عملتوا اتمرنتوا قد ايه وجمعتوا فتره قد ايه؟ وطبعا يعني كورونا احنا في الطبيعي في اي قبل اي بطوله على الاقل شهرين على الاقل تمرين معسكر شهر يعني كل يوم تمرين كل يوم تمرينين كمان في الشهر ده بيبقى يعني معسكر مغلق خلاص. احنا مثلا ال 14 لعيبه او 16 لعيب اللي هو خلاص هيبقى فاضل اربعه هنصفي منهم وهنخش البطوله. طبعا احنا ما كانش في وقت خالص طبعا للكلام ده، احنا تقريبا متجمعين بالظبط قبل البطوله بشهر وكام يوم. وطبعا في كان عدد كبير عسكرتوا فين؟ عسكرنا في فندق دار الهيئه الهندسيه اللي هو في جنب الاستاد، جنب الاستاد وكان تمرينكم في الاستاد. كان تمرين في الاستاد تمام. وبعد ما خلصتوا يعني طول الوقت كان في التمرين ده يعني قصدي اقول ما اتنقلتوش اسكندريه ما رحتوش لا ما كانش في فرصه خالص ولا في وقت اصلا. حتى احنا بالظبط احنا دخلنا معسكر اربع اسابيع تقريبا بالظبط ولا حاجه يعني دخلنا البطوله على طول. طب وكنت بتمرنوا فترتين مثلا صبح وبالليل بالليل وكل حاجه وجيم كمان كان في فندق كان في الجيم اللي في الفندق يعني كان صراحه كويس يعني فكنا بنشتغل جيم في الفندق. طب مروان ما قلقتوش من الكورونا ما قلقتوش من حاجه يعني خلي بالكوا عشان يعني انتوا دلوقتي في مهمه قوميه ان انت تسيب بيتك وتمثل منتخب مصر في الظروف دي والناس كلها قلقانه فدي مهمه قوميه يعني انتوا طبعا زي اللي بيأدي رساله يعني ما كنتش قلقين من كورونا وانتم مع بعض في الاوضه؟ هل كان في اجراءات دايما بالصفه مستمره؟ لا طبعا والله الاتحاد عامه ما اثرش في حاجه موضوع الالتزامات والاجراءات اللي المفروض نعملها يعني. حتى في الباص دايما كنا كل واحد لابس كمامته، حتى في البطوله ففي الاوض على قد ما نقدر كنا بنحاول كل واحد يبقى في اوضته، حتى في المطعم برضو في برضو مسافه بين كل واحد والتاني يعني. لا يعني هو كان في اكيد كان في اختلاط لان احنا مع بعض في الملعب مع بعض في لا بتكلم في مع الاخرين مش مع الفرقه. لا ما لا بصراحه اي حد كان من بره الفرقه ممكن ما كانش فيه اختلاط خالص بيه، لان دايما كنا مركزين بس اللي احنا نخش نركز اللي احنا كلنا بقى كاملين ما حدش يكون ناقص فينا يعني. صحيح. طب يمكن يا عبد الرحمن يعني برضو حته الفرقه اللي جايه يمكن انتوا الفرقه اتاكد وصولها قبلها باسبوع يمكن ما كانش حد عارف من اللي جاي من كمان قبل اقل من اسبوع كمان. طب انتوا كنتوا الموضوع ده ما عملكوش تشتيت ذهني شويه؟ طبعا كان يعني عايزين نعرف مين الفرقه اللي هتشارك عشان نحضر عايزين كنا طبعا محتاجين يعني كنا عايزين تونس تيجي كنا عايزين نيجيريا تيجي يعني انتوا كنتوا عايزين اصلا تونس ونيجيريا. احنا كنا عايزين تونس ونيجيريا تيجي بصراحه يعني احنا كنا عايزين نلعب ماتشات ونكسبهم يعني بيعجبني اللهجه دي بصراحه ان انا مش قلقان من الفرقه لا انا عايزين تونس تيجي. هم كمان كانوا خايفين مننا طبعا وعاملين حسابنا اعتقد يعني ده اثر كتير قوي في ان هم يجوا في موقفهم من في البطوله يعني قال لك ممكن نيجي وما نكسبش البطوله ومثلا ما ناخدش ميداليه. بس خلي بالك بيتاهل اول وثاني كان فرصه. ما انا عارف بس هو يعني ممكن بقى اللي هو ايه كورونا لا موضوع كورونا هو اللي انا بصراحه تتحرك. بس خليني اقول لك برضو انه يعني انتوا برضو كنتوا عندكم هدفين لو كلامي غلط يعني قولوا لي عندكم هدفين. اول هدف ان انت تاخد البطوله وتتاهل كاول افريقيا طبعا لبطوله العالم. تاني هدف ان انت تظهر بمظهر يليق برابع العالم صح؟ تمام. يعني يمكن ده اللي كان عندكم. واكيد الجهاز الفني اتكلم معاكم في هذا الكلام قال لكم ده ازاي؟ وطبعا يعني كان كابتن هاني ما كانش معانا في كاس العالم. انا عارف طبعا كان جهاز فني مختلف. كان هو بس كابتن ناصر كابتن حسن حصري اللي كان معاكم. كابتن حسن اللي كان معانا في كاس العالم وكابتن ناصر كان مساعد برضو كابتن ناصر كان هو المساعد في بطوله افريقيا دي فهو الوحيد يعني اللي كان عارف الاجواء بتاعتنا في كاس العالم هو اللي كان حافظنا كويس. كابتن هاني طبعا ايه عارف ان احنا رابع عالم وعارف عارف نص الناس تقريبا يعني بيقابلهم في الدوري بيلعب حافظ اللعيبه برضو يعني فكانت سهله برضو عليه يعني ان هو يخش معانا ويفهمنا وجهه نظره وعرفنا ان يعني الصراحه الفرقه كلها كانت رجاله وعرفنا نعمل اللي هو عايزه بالظبط يعني. طب مروان يمكن حصولك على كاس احسن لاعب اكيد ده يعني مش عارف كنت متوقعه ولا يعني ادائك اثناء البطوله يعني ساعات اللاعب يقول لك انا هاخد احسن لاعب لا انا هاخد الهداف انا هاخد كاس. هل انت كنت متوقع الكاس ده ولا انت بتلعب وخلاص؟ انا عامه في حياتي في الفولي او بره الفولي انا مش بحط التارجت لنفسي ان هو توصل لنقطه معين انا دايما بعمل اللي عليا على قد ما اقدر وبجتهد وبشتغل مع نفسي واللي ربنا يعني انا دايما اللي بيجي لي اي حاجه بتجي لي او بتحصل لي بحمد ربنا عليها مهما كانت ايه هي سواء كانت مرضيه او مش مرضيه دايما احمد ربنا. بس في البطوله دي يعني او فيما بعد يعني في اللي جاي انا مركز بس ان انا اكون في التوب او في افضل مكان اللي انا او افضل مستوى اللي انا ممكن اوصل له. موضوع الجهاز فرديه من موضوع اي حاجه ثانيه بحطها على جنب اهم حاجه بس مكسب الفريق والمكسب لينا بيكملنا كلنا. مروان مين ماسك الاعلى مروان؟
انا عامه يعني طرق من صغري من مثل على كابتن احمد صلاح طبعا هو صلاح. دايما بتفرج على فيديوهاته دايما حتى في في التمرين بحاول قد ما اقدر اتعلم. دي اللحظه دي اللحظه وانت بتاخد طبعا كاس احسن لاعب في البطوله بتبقى اكيد لحظات حلوه. بص المكسب الفرقه طبعا ده الاساس تمام، والكؤوس الفرديه دي اذا كانت بتبقى يعني كسي في او كتاريخ ليك، انما انا فاهم من كلامك ان انت يعني اهم حاجه عندك هي الفرقه. طيب احمد صلاح هو مثلك الاعلى في ايه؟ في ايه يعني؟ هل هو الكارير بتاعه احترافه عايز تبقى زيه في ايه؟ طبعا كابتن احمد صلاح يعني الناس كلها مش محتاجه ان انا اتكلم عنه ده مثلي الاعلى انا كمان تمام يعني بصراحه يعني ما شاء الله عليه والله عمل كل حاجه ممكن تعمل في البولي عامه كاحتراف او جائزه فرديه او بطولات او ماتشات، فبصراحه يعني على مدار 20 سنه هو التوب فعلا ما فيش حد فعلا غير كابتن احمد صلاح. طب انت بتلعب في نفس مركزه تمام، طيب يعني عندك استعداد مش عيب على فكره، ساعات الاستاذ وتلميذه بيخش في منافسه وكومبيتيشن وقلناها كتير تمام. ان طبعا في الاستاذ وفي التلميذ، انت جاهز للمنافسه دي؟ طبعا جاهز دايما جاهز جامد جاهز. طب يعني عبد الرحمن مين مسك الاعلى؟ والله هم كتير قوي. لا قول لي اثنين. طيب لا يعني كان اول مثل اعلى ده طبعا اخويا يعني، هو في نفس مركزي كمان، واول ما اتولدت كان بيلعب فولي في نادي الاهلي كمان، فيعني كان نفسي ابقى زيه بصراحه. ده البدايات طبعا، واكيد الاخ بيكون مثلك الاعلى في يعني في حاجات كتير لانه طبعا بيبقى الاخ والد. طيب يعني مين تاني غير الاسره خارج الاسره؟ لا طبعا في يعني كابتن ميدو طبعا نفس مركزي برده يعني حاجه كويسه برده انا اتعلم منه حاجات كتير في وقت ده. دلوقتي في كابتن حمدي الصافي طبعا اللي معايا في يعني اعتقد كل الناس اللي معايا في الفرقه دلوقتي يعني بتعلم منهم بصراحه. حقق القاب برضه طبعا كابتن حمدي الصافي تاريخ برضه يعني. تاريخ كبير جدا تاريخ كبير جداً. يعني خلي بالك النادي الاهلي كله الحقيقه تدخل تغمض عينك هتلاقي ما دي ميزه الصراحه ان احنا في نادي الاهلي يعني واحنا صغيرين كده نتعلم من الناس كتير قوي يعني. خليني بقى اتكلم معاكم في نشاتكم وازاي بداتوا، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ابطال افريقيا يعني ورابع العالم للشباب، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وفي خبر عاجل، الاهلي يغرم كهربا 200,000 جنيه ويستبعده من المباريات لمده شهر لعدم الالتزام. تاني بكرر الخبر، خبر عاجل، الاهلي يغرم كهربا 200,000 جنيه ويستبعده من المباريات لمده شهر لعدم الالتزام. نرجع لحلقتنا ونرجع لضيوفنا طبعا نجوم مصر في الكره الطائره شباب، واللي طبعا حصل على بطوله افريقيا اللي ذيعناه على شاشه قناه النادي الاهلي، واللي تاهلوا لبطوله العالم القادمه ان شاء الله، واللي هتحدد مكانها وميعادها اكيد اليومين اللي جايين. يمكن ارجع لك عبد الرحمن، هل ميعادها تحدد؟ هل سمعتوا هتلعب فين؟ لان احنا سمعنا تضارب كبير جدا. ما احنا يعني احنا قالوا لنا ايطاليا وبلغاريا. ما هو قالوا الاثنين. وقالوا الاثنين. وقالوا لا الميعاد اتاجل وهتحدد الميعاد، وقالوا المكسيك. يعني لغايه دلوقتي الدنيا مش باينه دلوقتي مفيش، بس هنلعبها خلاص ما احنا متاهلين يعني ان شاء الله. طب خلينا نتكلم في نشاتكم، يعني يمكن برضو مهم ليه؟ لانه اكيد في اطفال صغيرين يعني ما شاء الله. انت دلوقتي انت في سنه كام دلوقتي يا ابراهيم؟ انا في ثانيه جامعه تقريبا. يعني ما شاء الله يعني 20 سنه تقريبا. وانت مروان؟ ثانيه جامعه. ثانيه جامعه ما شاء الله. يعني ايه اكيد دلوقتي في اطفال صغيرين بيتفرجوا عليكم، انتوا بالنسبه لهم قدوه زي ما انتوا شايفين لعيب احمد صلاح وكابتن حمدي الصافي مع الاحتفاظ بالالقاب وكابتن ميدو، يعني مثالكم الاعلى. اكيد في لعيبه صغيره بتصرفوا. نشئتكم كانت ازاي؟ ابتديتوا ازاي؟ اتمرنتوا فين؟ كلمني كده عبد الرحمن. انا طبعا ابتديت فولي في نادي مدينه نصر، كان اخويا واختي برده بيلعبوا. كان عندك كام سنه؟ كان عندي تقريبا 7 سنين يعني حاجه كده يعني. ده السن الطبيعي اللي بتبتدي فيه الطيب المفروض يعني. يعني هو ولا بدري شويه؟ لا هو يعني هو المفروض بدري شويه، بس هو كل ما تبتدي بدري بيبقى احسن يعني. احسن بيفيد يعني اكتر. بس يعني ولعبت هناك سنتين تقريبا او 3 سنين. وصلت 9 سنين. طيب لحد ما كابتن احمد ثابت هو اللي يعني اقنع اهلي ان انا اروح العب في النادي الاهلي. وطبعا كان بالنسبه لهم يعني اللي هو يعني حاجه كويسه، وطبعا بالنسبه لي كان اللي هو النادي يعني الاهلي يعني طبعًا. وانا 9 سنين كمان، فيعني الموضوع بالنسبه لي كان حاجه كويسه جدا. كابتن احمد ثابت هو اللي اكتشفك وقال يا جماعه عايزه يجي النادي الاهلي؟ كان هو اللي بيمرن النادي الاهلي في السن ده ولا؟ ايوه كان هو اللي بيمرن في السن ده. طيب وانت قلت لي ان كان ماسك الاعلى محمد الحسيني اخوه، ولما اتنقلت النادي الاهلي
فضل مسك الاعلى محمد حسين وبدل شايفه وباصص له وكده. طبعا يعني هو كان ساعتها برضه في النادي الاهلي، فكان بالنسبه لي وان انا اخلص تمرين واروح اتفرج عليه. طبعا انا ما كنتش بتفرج عليه خالص، ده يعني بالنسبه لي كان مشوار زمان. طبعا انما دلوقتي لا طبعا، يعني في الفتره دي ساعتها يعني كنت بخلص بروح اتفرج عليه، اطلع اقعد معاه في الاوضه، يعني الموضوع كبر اكتر. يعني مش قال لي لما في لاعب او يعني اخوك او والدك او حد بيبقى في اللعبه بتبقى دخلت في الاجواء اكتر يعني كمان. طب انت مشيت بقى يعني تدرجت في الاعمار السنيه وكبرت كبرت كبرت، هل في منتخبات قبل منتخب الشباب اللي هو رابع عالم كان في منتخبات شاركت معاها؟ اه شاركت في منتخب اللي هو كان برضو الشباب ساعتها، بس كنت اصغر منهم بسنه، اصغر منهم بسنتين. صعدوك؟ اه خدنا سادس عالم في البحرين. انا فاكر برضو البطوله دي. كنت تقريبا اصغر واحد في البطوله. كنت بتلعب ولا كنت بس يعني كنت بشارك بس مش بصفه اساسيه يعني. ما شاء الله. بس يعني الحمد لله. بس الجيل بقى اللي انت بتقول عليه انت اتصعدت معاه ده، في يوسف الصافي اللي رقصني ترقيصه مروان. يوسف مرجاني. انا اتلخبطت فيهم. اه فهو الجيل ده اللي انت اتصعدت معاه. تمام. هايل هايل. طب مروان انت بالنسبه لك النشأة كانت ازاي؟ ابتديت فين؟ اتعلمت الطايره فين او الفولي فين؟ انا عامه اصلا انا من البحيره. انا اخويا الكبير خالص محمد هو اصلا اللي علمني فولي، ومعلم يعتبر معظم الاجيال اللي طلعت بعديه هو اللي بادي معاهم فولي. تشابهت الايه؟ تشابهت الطرق. هو انتوا الاثنين ما شاء الله الاخ هو اللي حطوك على البيت. هو خريج تربيه رياضيه وكان بيلعب في العبد منهور، كان جيل كابتن خالد فيومي وكابتن حسام. فبعد ما خلص طبعا كنت خد الفيومي من الاسامي الكبيره سنه وبيلعب في نادي سموحه، وكنا غطينا له بطوله افريقيا من سنتين وهو راح نادي الاتحاد، بس كنا يعني غطينا له بطوله افريقيا من فتره. اتفضل يا كابتن. بعد كده لما خلص فولي بدا بقى يتجه لموضوع التدريب وكده، لانه اصلا خريج تربيه رياضيه وبتقدير امتياز. فكان حاجه في مجاله طبعا وحاجه اتطور فيها بشكل مستمر، فبدا معايا وانا من صغري اصلا وانا صغير خالص. الفرق بينكم قد ايه؟ اخويا عنده 32 سنه. شفت بقى لان كبير طبعًا. يعني زي والدك هو يعتبر هو طبعا مهم والد الله يرحمه يعني الله يرحمه. فهو اخويا الكبير وبدا معايا وانا لسه مثلا 5-6 سنين بدا معايا بقى يعلمني وبدا يبقى اكتر معايا في كل حاجه في حياتي في مدرستي كان برضو بيذاكر لي. وبعد كده لما بدات بقى خلاص وصلت مرحلة انا 15 سنه لازم اروح نادي وكده. هو فرحان بيجي دلوقتي جدا طبعا جدا يعني بيتفرج علينا النهارده بيتفرج اكيد يعني. نبعت له التحيه ويعني وبنقول له يعني خرج لنا بطل كبير ربنا يخليك. انا بعد كده اصلا اخويا انا اعتبر عيلتي كلها اخواتي كلهم كانوا بيلعبوا فولي، حتى اخويا احمد اللي بعد اخويا محمد ده كان لعب في الناشئين في الجيش والزمالك وراح سموحه فيرست تيم يعني ما شاء الله كان بياخد واخد اللعبه احترافا. تمام. فيعتبر احنا عيله كلها بتلعب فولي اصلا ما شاء الله. بس طب قول لي رحله انتقالك بقى للنادي الاهلي كانت ازاي من العبد المنهور؟ انا من 15 سنه كنت اعتبر جالي كابتن محمد بديوي كان مدرب في العبد المنهور، جه اتفرج عليا وبعد كده قال انا محتاجه وكده. اخ محمد قال لي ايه رايك؟ انت كنت بتلعب في البحيره؟ كنت بلعب في البحيره. بلعب ما مش بلعب، انا كنت يعني بتمرن بجهز لحاجه معينه. قعدت لغايه 15 سنه تجهز؟ مش بجهز يعني بقى عادي بتمرن هوايه كده. بين مع فريق؟ لا انا بسمع قصه زي كده خلي بالك. على فكره انا اول نادي سجلت فيه اول نادي رحت كان الاهلي. رحت اختبرت في الجيش والحمد لله ما فيش نادي روحته الا وكان عايزني. انت عند 15 سنه جه مدرب العاب ده منهور بس جه اتفرج عليا وقال انا محتاجه معايا في الفرقه وكده. كلم اخويا محمد عشان برده كان صاحبه معايا برده في نفس المجال نفس السن برده وكان نفس السن برده كمان نفس السن. طب تمام. جه كلمه قال له انا محتاجه كده، قال له هو عادي يجي معاك وكل حاجه بس هو يعني مش عايز يروح مكان غير الاهلي. انا كنت حاطط من صغري ان انا اروح الاهلي ما كملش خالص. بس بعد كده قال له خلاص لو في اي وقت قاعد او كده هيكون هيجي لك وكده. بعد كده رحت كان عندنا اتنين كانوا بيلعبوا في طلائع الجيش، كلموا الكابتن وقال له في واحد عندنا ويشوفه وكده. فرحت اتمرنت تمرينتين في طلائع الجيش وكان ساعتها اللي ماسك في طلائع الجيش كان كابتن اسلام اللي هو الاربعات كابتن اسلام عوض ولا معوض؟ اسلام عوض. بس شافني وكده قال لي برده محتاجينك وكل حاجه. بس انا ساعتها اصلا كنت اوريدي رحت الاهلي اتمرنت من التيم مع كابتن جابر عبد السلام وبعد كده خلاص كابتن جابر قال لي ان انا محتاجك وكده. بعد كده كلمت كابتن اسلام قلت له انا مش عارف اكمل عشان خلاص انا اروح الاهلي وكده. وبعد من ساعتها بقى من تاني سنه 15 لحد دلوقتي انا في الاهلي. محمد اخوك فرح طبعا عارف ان انت الاهلي طلبك؟ ها طبعا هو مش طلبني، انا رحت اتمرنت بدات يعني كلمت كابتن جابر عبد السلام وقلت له انا وضع 2-3 وقال لي خلاص تعالى تمرين مثلا بكره الساعه 4
رحت بدأت مع أول ما شفته خلاص هو قال أنا محتاجه كده، بس هو يجي فترة لحد فترة التسجيل، يجي تمرن فترة ساعتها قعدت 3 شهور بتمرن، بروح واجي كل يوم البحيرة لحد ما تسجلت وقعدت في الشقة. ساعتها كنت بتروح كل يوم وتيجي؟ اه لمدة 3 شهور. كنت كل يوم 8 ساعة 4 بخلص تمرين واروح واجي تاني يوم نفس الثلاث شهور بالظبط. رحلة كفاح يا ابني والله العظيم. الحمد لله كفاح يا ابني والله، ربنا يكرمك. وكمان خلي بالك محمد صلاح كان كده يعني، على قدر المعاناة على قدر النجاح طبعا. وبالتالي انت يعني، طب انت في الاصل يعني، يعني انت كان عندك هدف من صغرك ان انت تروح نادي الاهلي طبعا. اخوك كان عنده الهدف ده طبعا. انا حتى اي نادي تاني، حتى كابتن خالد فيوم كلمني وقال لي تيجي سموحه وكده، قلت له لا انا عايز اروح الاهلي. انا يعني حبيت ان انا كنت من صغري حابب ان انا اتمرن في الاهلي والعب في الاهلي، لان طبعا الاهلي غير اي نادي في مصر. حوار الجرعه التدريبيه والبطولات والاهتمام وكل حاجه غير اي نادي في مصر. مع طبعا احترامي كل الانديه، بس يعني الاهلي بالذات في حته تانية في حوار التدريب والماتشات وكفرقه، لان المنتخب اصلا يعني بص لاي منتخب تلاقي معظم الاساسيين من الاهلي طبعا. فطبعا كان نقله ليا طبعا في حياتي ان انا اروح الاهلي، والحمد لله قدرت ان انا اكمل وقدرت ان انا استمر لحد النهارده يعني. ربنا يوفقك يعني. واحنا وانا يعني يمكن يعني سمعت وقريت لك قبل كده على بعض الصفحات ان انت حلمك ان انت تحترف في ايطاليا، كلام مظبوط؟ انا طبعا انا حلمي مش يعني مش هترجت نفسي ان انا اكمل في مصر. انا يعني اي حد في مجالنا يعني في جيلنا كلنا ما حدش يعني، هو طبعا كله يتمنى يلعب في نادي كويس في مصر كل حاجه، بس كله هترجت نفسه ان هو يطلع بره. النقله لبره بتفرق جدا معاك، حتى بالذات بعد لما لو ربنا كرمك وطلعت بره ورجعت تبقى نقله ليك كبيره جدا في مصر. صحيح. يعني زي كابتن احمد صلاح وكده لما طلع ورجع تاني، كابتن حمدي الصافي، كل الناس اللي احترفوا بره ورجعت رجعوا بشكل مختلف جدا عن ما كانوا في مصر، وكانت نقله كبيره لهم في حياتهم اصلا بعد كده. ربنا يوفقك. غير السي في وطبعا حاجات بتبقى اضافات ليهم كتير. انت شكلك مكافح مروان، وربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. يعني عبد الرحمن يمكن اجيلك برضو يعني اكيد يعني المعاناه او التدريب او التعب، الناس فاكره ان اللعيب بيبقى مرفه. احكي لي يومك يعني، انت مثلا في الجامعه تصحى من نوم الساعه كام؟ بتروح جامعتك ايه؟ طبعا دلوقتي اونلاين كله، اه وقت الكورونا كله، بس خلينا مثلا نتكلم على اليوم العادي. لو عندك جامعه بتتمرن، بتنام ازاي؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ بتحافظ على مستواك ازاي؟ يعني كلمنا عن يومك. يعني بصراحه كده، وطبعا الموضوع التمرين وكده صعب ان انا امشي معاه في الجامعه طبعا، دي موضوع مش دايما هعرف اوفق يعني. فانا يعني الحمد لله يعني حاولت يعني اختار جامعه الموضوع يبقى سهل. انا في جامعه عين شمس تجاره انجلش عين شمس، بس صعبه برضو. بس صعبه برضو في لحظات طبعا. حصولك على مظبوط كده يا جماعه، انا شايف حصولك على طبعا كاس احسن استقبال، مظبوط ولا انا غلطان؟ تمام. ودي كانت لحظه بتهيالي انت كنت متوقع كده ولا لا؟ يعني متوقعتهاش احسن استقبال بصراحه. كنت متوقع تاخد جايزه ايه؟ لا انا التارجت بتاعي ان انا في اي بطوله اخش ابقى احسن لاعب يعني في البطوله وبتاع، وقدرت الحمد لله اعملها في كذا بطوله قبل بس كده. بس ما راحتش يعني بعيد، راحت عدت الترابيزه بس راحت ناحيه انت 2-1 بس. خليني اقول لك انه يعني انا اقول لك انا اتفرجت على الماتش بصراحه، انت ادائك عجبني جدا بامانه والله. يعني انا اتفرجت عليك، حتى انا سالت على اسم مين ده يا جماعه، مين ده؟ قالوا لي لا ده حاجه صاروخ ما شاء الله. وقالوا لي نفس الكلام يعني زميلنا في الاعداد طبعا ناجي حافظكو طبعا، واحد قال لي يا كابتن ده ما شاء الله طالع بسرعه الصاروخ. ربنا يحميك يا رب يعني من الاصابات، وعندك شخصيه، وانتوا الاثنين عندكم شخصيه وعندكم يعني طموح وهدف ان انتوا توصلوا، فلفتوا نظري. زائد طبعا كمان انس شوقي، انس شوقي صانع الالعاب كان معاكم، كورته مظبوطه، بيشوط المظبوط. انا بحترم قوي صانع العاب، ولو انا بقول الكلام ده قول لي انا غلط على فكره. لا تمام. بحترم جدا صانع العاب اللي يشوط المنطقه الخلفيه. يعني نادرا بتلاقي صناع العاب من اليمين للشمال، انما اللي يفيك الدفاع ويرفع المنطقه الخلفيه قدمون من الخلف دول بيبقوا سكتهم سلكه. فالصراحه انس عجبني في المباريات لما الدنيا كانت بتقفل الاقيه بيروح رفع المنطقه الخلفيه. طيب خلينا نرجع ليومك. عندك مشكله طبعا في التمرين بيبقى كده طبعا. اخترت جامعه، وعلى فكره تجاره انجليش صعب برضو، محتاج شغل يعني اكيد انت برضو مفهوم في المذاكره يعني. ومفهوم في الامتحانات. فيعني طيب تمرين بالليل بتخلص كام؟ بتروح في بيتك فين كده؟ كلمني عن التفاصيل. وطبعا يعني بدات التمرين مش دايما بيبقى بالليل، فالمواعيد بتختلف طبعا. بس هو لو بالليل يعني في الغالب بصحى الصبح لو في جامعه مثلا او امتحان او اي حاجه بحضره، بتخلصه برجع على البيت اكله مثلا لذيذه كده
بعد كده بطلع التمرين طبعا. والفكره دلوقتي بس ايه في مشاوير كوبري 6 اكتوبر يعني، بس يخف شويه عشان بيخلص نص اليوم يعني. وخلي بالك هي التمارين يا اما من 4 ل 6 يعني 6 ل 8 ل 10 يعني، فكلها مواعيد يعني كلها بتبقى زحمه بالظبط. طب خلاص تمرينك تمرين طيران عرب الفولي، لو انتوا تمرينكم متاخر يعني من 8 ل 10 لا بيقعدوا ل 11 انا اعرف كده يعني. كمان يعني احنا بنيجي ساعه بدري عشان البدني والجيم وكده، وبنخلص يعني تقريبا يعني التمرين بساعتين ساعتين وشويه يعني، مش بيطول بتروح طبعا عشان تعيد السايكل تاني بالظبط. يعني انت بتسهر ولا بتحب يعني؟ والله انا على حسب الاوقات يعني، انا بحب السهر عامه بس على حسب الوقت اللي يعني محتاج ايه يعني. بكره عندي ماتش انام بدري بالظبط. بتنام امتى يوم الماتش؟ يعني مثلا في البطوله كنا لا بنحاول ننام بدري قد ما نقدر يعني، بس انا طبعا كنا بنخلص تمرين متاخر يعني، كنا بنخلص تمرين متاخر قبل ما نتعشى بقى، واللي فيه علاج ودكتور معانا علاج طبيعي طبعا. كانت ليله كبيره الصراحه، كنا بنخلص يعني الساعه 12 ولا حاجه الكلام ده بالليل يعني. طب قول لي يعني لما مثلا لا قدر الله مثلا بيبقى عندك شد، عندك حاجه، عندك مين بيعالجك؟ هل بتروح لدكتور المنتخب ولا بتروح يعني الدكتور المسؤول عن الفرقه اللي انا فيها دلوقتي يعني؟ ولا بتروح لدكتور النادي الاهلي؟ بس في ناس تقول لك لا انا احب اتعالج مع دكتور النادي بتاعي مثلا، في ناس تقول لك لا دكتور المنتخب. دكتور النادي الاهلي دكتور سامح ظلام طبعا يعني اسطوره برده في المجال يعني. بس هو يعني انا بصراحه مش يعني انا مثلا في المنتخب ما كنتش بعرف اخرج من المعسكر، فكان معانا دكتور هاب طنطاوي برده دكتور كويس جدا يعني والله عمل معانا يعني فكره كل عمره فولي. نعم طول عمره فولي طنطاوي يعني دكتور طنطاوي طول عمره فولي بصراحه كان بيخرج كل اللي عنده يعني، والصراحه ما قصرش معانا في حاجه خالص يعني. فربنا يحميكم على الاصابات بس وربنا يكرمكم. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، وخليكم فاكرين ان البطوله او الابطال مش بيجوا من فراغ، بيجوا بعد شغل ومجهود، وده دورنا في البرنامج ان احنا نفسر لكم ونجيب لكم كل التفاصيل عشان يتعلم منا الناشئ. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجوم الشباب للكره الطائره واللي تاهلوا لبطوله العالم واللي حصلوا ايضا على رابع عالم من سنتين. مروان يمكن اجي لك، اتكلمت عبد الرحمن شفنا يوم ونظامه، المعاناه اللي بيعانيها الرياضيين عامه سواء في الدراسه او في اللعب، لانه بره بيبقى الجامعه انت بتلعب في جامعتك فبتبقى الدنيا سهله، انما دلوقتي انت في جامعه والنادي بعيد عنها. انت في جامعه ايه الاول؟ انا في جامعه حلوان تربيه رياضيه سنه ثانيه مش كده؟ سنه ثانيه. طيب بتعمل ايه برضو خاصه النادي يعني جامعه حلوان بعيده عن النادي؟ احكي لي يومك. انا يوم يعني بصحى الصبح عامه، لو انا ما عنديش تمرين الصبح ساعات بيبقى فيه تمرين الصبح وساعات بيبقى فيه بالليل وساعات بيبقى فيه الاثنين، فانا لو ما عنديش حاجه الصبح عامه بصحى افطر واصلي اقعد في البيت، لان بالذات انا قاعد مغترب فما عنديش مثلا اهلي في البيت او كده، فببقى يعني على قد ما اقدر نفسك وتطبخ وكده بالظبط، فبحاول اشوف ايه اللي ورايا اخلصه. اي تطبخ كويس يا مروان؟ يعني والله مش عارف. لا قول لي يعني. بيقولوا لي كويس يعني. طب انت لما تبقى مزاجك رايق كده تطبخ ايه؟ والله دايما انا بحب عامه، انا بحب اعمل رز وخضار عامه او اي نوع من انواع اللحوم بقى، فراخ لحمه اي حاجه. اهلنا اللي في بحري دايما الرز والخضار دايما يعني يحبوا دايما الاساس يعني رز وخضار. طب بتعرف تعمل لحوم؟ تعمل؟ انا الحمد لله بعرف اعمل اي حاجه يعني في الطبخ وكده، بس المميز فيه قوي يعني البطاطس بالفراخ باللحمه. هي بس. طب انا جاي عشان اكل. لا اتفضل تنورنا. اكلمك اقول لك مروان جاي وجهز لنا اكل يا رب تعجبك. بس يا باشا لا ان شاء الله تعجبنا. طب قول لي يعني برضو مين علمك الطبخ؟ انا عامه في حياتي عامه في اي حاجه بتعلمها مش بحب ان انا مثلا حد يجي يعلمني حاجه، حتى في سواقه العربيات او اي حاجه يعني معينه في حياتي بتعلمها بحب ان انا اتعلمها بنفسي، بحب اخش اعمل سيرش، اعمل اروح مثلا حد مميز فيها في الحاجه دي بحب اتعلم منه. بس انا دايما يعني في المطبخ اللي كانت لما ارجع البحيره بتبقى دايما والدتي اللي بتطبخ وكده، ربنا يخليك، فدايما بحاول اقف جنبها لو محتاجه اي حاجه بساعدها، دايما بعمل لها طبق السلطه طبعا ده اساسي لاي رياضه اساسي بس طبعا، فبحاول اتعلم منها قد ما اقدر يعني، وبحاول بعد كده لما اجي اعمل اي حاجه مثلا اخش اعمل سيرش على الحاجه دي وبحاول اطبق قد ما اقدر الحاجه. بتنزل تشتري طلبات طبعا بنفسك، تجيب اللحمه بنفسك هنا في مصر وتجيب كل الكلام ده ولا لا؟ لا بنزل اكيد، بنزل السوق اجيب اللي ناقصنا عامه، بس في الفتره اللي بيبقى عندي مثلا تمرين الصبح وبالليل او عندي جامعه او حاجات ما يعني يومي مش فاضي مسحوم يعني ما دايما بطلب دليفري. لو هتعمل ايه ما هتنزل فاست فود؟ لكن لو في وقت عادي او يوم فاضي بحاول قد ما اقدر يعني استغل في الفراغ ده، ما بحبش اقعد مثلا امسك الموبايل 24 ساعه، ما بحبش اقعد يعني يوم يصلي يا اما اطبخ اعمل حاجه معينه في البيت يعني. طب لما بتاخد اجازه بترجع البحيره ولا بتقضيها هنا في مصر ولا لا؟ حسب. طبعا لو على حسب الاجازه يعني، لو يوم ما بنزلش، لو اكتر من يوم مثلا يومين ثلاثه اسبوع فتره كبيره بحاول قد ما اقدر انزل اقعد مع اهلي، طبعا بيبقوا وحشني الاكل بتاع البيت واللمه والكلام ده.
صحيح. طب قول لي يعني برضو اجي لك يا عبد الرحمن، لما الواحد بيلعب ماتش كويس او بياخد بطوله او بياخد حاجه بيروح ماسك التليفون طالب حد، مين اول واحد بتطلبه بعد ماتش؟ يعني وانا مش بطلب حد معين بصراحه، هم اللي بيطلبوك. كله بيطلبني بس. طب مين اول حد بيطلبك دايما؟ يعني تفتكر ده اول يعني اخويا دايما بيكلمني برضو على طول، بيتابعك طبعا يعني، امي برضو، والدتي يعني برضو على طول بتكلمني بعد الماتشات لما ماتش كمان يعني كويس اعمله العب حلو، يعني هم دول اول اتنين بيكلموني يعني. طب قول لي انت يعني هل انت الاطفال هم صغيرين بيبقوا تعبين بالذات الرياضيين بيبقى لهم مزاج معين في الاكل وعايزين حاجات معينه وبتاع، انت تعبت اكلك اهلك في الموضوع ده موضوع الاكل يعني؟ يمكن مروان الراجل عارف سكته والراجل ما شاء الله عليه يعني عارف هو بياكل ايه ومحتاج ايه، انت كنت متعب ولا؟ يعني ما اعتقدش متعب بصراحه يعني، انا فعلا بحب الاكل فاي حاجه كانت مظبوطه معايا بالظبط، ما عندهمش اي مشكله في لا لا خالص. طب قول لي انت يعني لو عندك مباراه وقعد في البيت مش في معسكر، بتقول لوالدتك تعمل لك ايه؟ ايه الاكله النموذجيه ليك اللي تاكلها لما تروح المفروض بقى كرياضي ولا لا اللي انت ليك انت؟ خلي بالك ما هو في ناس تقول لك لا انا ما بحبش اكل مثلا سمك قبل الماتش، كل واحد على حسب. انت بتحب تاكل ايه قبل ما تروح مباراه؟ يعني يعني اكل فراخ مسلوقه مثلا، بطاطس، بحب البطاطس جدا بصراحه يعني. بتحبها جدا؟ يعني مين فينا بيكرهها؟ بكل الاشكال يعني. والرياضيين بيحبوه على فكره. يعني ومروان بيعمل صينيه البطاطس حلو جدا، روح له بقى يا جوني ابدوها لك والله خليك ضروري، مش واضح ان يعني هعمل لك بس ايه ما تعملهاش مسبكه قوي عشان الراجل ينزل يعرف ينط. لا لا. طيب خلينا اتكلم برضو عن يعني علاقتك باخواتك، انت ليك كم اخ؟ انا ليا اخ وليا اخت. اختك بتلعب طايره برضه؟ هي كانت بتلعب بس هي خلاص يعني اتجهت بقى للشغل وكده يعني. هي اكبر منك؟ هي اكبر مني ب 12 سنه تقريبا. انت اصغر واحد؟ كتير. طب هو مين اللي كان تعبان معاك؟ يعني بيروح وراك باباك ولا مامتك الماتشات والتمارين؟ طبعا والدتي يعني هي اللي اتبهدلت معايا الصراحه. يعني وانا صغير كمان كانت ما بتسيبنيش يعني على طول ورايا. اخر العنقود بقى وصغير وبتاع وابني بالظبط تروح معاك كل حته. كنت تعبها جدا انت يعني الصراحه. برضو يعني ربنا يخليها لنا بس بصراحه. فخوره بيك يعني يا رب. انا فخوره بيك يعني يا رب. انت بعد الالقاب دي والبطولات دي والله يعني والدتي الصراحه يعني اكتر حد بتقف جنبي في الحياه، بتحب الصراحه ايه اول ما ارجع البيت بقى تقعد تتكلم معايا تعرف الاخبار تعرف. طب قول لي انت سعيد بالخطوه دي صح؟ سعيد ان انت الحمد لله بقى لك اسمك وان شاء الله يعني بقت الناس بس انت اكيد عارف ان قدامك كتير. هو الواحد لسه ما عملش حاجه بصراحه. برافو عليك، انا عايز اسمع دي منك. يعني هو الواحد لسه بدري عليه جدا يعني. يعني طب يعني قول لي ايه الحلم اللي انت حاسس لو حققته يبقى انت اتحطيت على الطريق الصح؟ هو انا بصراحه نفسي العب يعني في الدوري الايطالي بصراحه. الايطالي هو صراحه اقوى دوري في الكره الطايره عامه، نفسي صراحه العب في الدوري الايطالي يعني. طب ما حاولتش تبتدي الحلم ده؟ ما حاولتش تكونتاكت مع ايجنتس مثلا؟ هو انا لسه لحد دلوقتي ما حاولتش بصراحه، حاسس ان هي هتبقى مشكله برضو، عايز اخلص تعليم بعد كده اشوف يعني اكون بقى فضيت بقى خالص للمجال. انا فاضل لي سنتين. ربنا يستر ما بقوش اونلاين عشان كورونا يعني، يا ريت بس يخلصوا بقى من الطول بالعرض. بس اكيد ان شاء الله خلال السنتين دول هتدي النادي الاهلي يعني طبعا. يعني طبعا يعني النادي الاهلي هو دلوقتي الواحد مركز مع النادي الاهلي دلوقتي بس يعني. وطبعا واكيد بقول النادي الاهلي. بص كان معانا الدكتور سامح حمدي من حلقتين وكان اتكلم على احمد صلاح وكان معرفش طبيعته ولا لا، وكان اتكلم على عبد الله عبد السلام وان هو طبعا دي لحظات التتويج في بطوله افريقيا الحقيقه كان فرحه كبيره واسعدتنا يعني. قال ان هو كان السبب في احترافه وتمر الايام ان هو يفاوضهم عشان يرجعوا، فالنادي الاهلي عمره ما هيقف في طريقه يعني. انا اتوقع كده يعني عمر ما النادي الاهلي ولا كابتن ميلي ولا اي حد في النادي الاهلي يقف في طريقه يعني، حد لو جاله عرض كويس يليق بيه ويليق باسم النادي الاهلي اكيد هيطلعه. وبالتالي كده مروان انت نفس الكلام طبعا يعني. طب انت بدات، هل بدات خطوات مثلا مع عبد الرحمن؟ هل بدا يبقى في ايجنتس يكلموك؟ هل بعد بطوله العالم في ناس كلموكوا؟ هو بصراحه بعد بطوله العالم ما فيش حد كلمنا، بس بعدها بفتره بعد فتره كورونا بالذات يعني في كذا حد كلمني وكده، بس مستنين بس لما اشوف الاول اخلص الناشئين هنا هبدا اعمل ايه، هل ان شاء الله هكمل في الاهلي او امشي او كده، فبس مستنين رد مني. وبالذات برضه انا مركز الفتره الجايه اللي انا يعني على قد ما اقدر احاول ان اطور من نفسي بالذات مع كابتن ميدو، واستغل الكباتن الموجودين معايا كلهم يعني على قد ما اقدر استغل اللي انا استفاد منهم، اتعلم منهم طبعا. اتعلم منهم كل حاجه على قد ما اقدر عشان بعد كده لما اخرج يعني ان شاء الله كملت او خرجت بره اكون اخذت اكبر استفاده منهم بحيث تفيدني بعد كده وتعود عليا بالنفع في البول عامه. انت عارف يا مروان انت وعبد الرحمن اللي عاجبني فيكوا قوي المينتاليتي التفكير، وخلي بالك اللي بيفرق لاعب عن اللاعب هو ده المخ مش العضلات. العضلات بتيجي وبتشتغل على نفسك، انما العقليه اللي انتوا بتتكلموا بيها دي لا، العقليه دي بتفرق جامد جدا طبعا، وان انت عارف انت عايز ايه وماشي ازاي وبتطور من نفسك. فطب ايه اللي انت شايفه محتاج ان يتطور عندك
يا مروان، يعني اكيد كل لاعب بيبقى شايف انه ما شاء الله بالفكر بتاعه بيبقى شايف انه عنده حاجه محتاج يزود فيها، ايه اللي انت محتاج تزود فيه؟ والله عامه انا يعني في الفتره اللي انا فيها دي محتاج ان انا اطور في كل حاجه، لان في الفتره اللي انت يعني 20 سنه واحنا لسه ما عملناش اي حاجه في حياتنا، فمحتاج ان انت تتعلم وتعلي في كل حاجه فيك في البول عامه، لازم تعليها كل حاجه، مش يعني انت مش مثلا مش وصلت المرحله اللي انت خلاص وصلت للتوب في كل حاجه، بس في حاجه ناقصاك انت، يعني في 20 سنه انت لسه بتبدا يعني تبدا تخش في المستويات العاليه وتبدا تخش في فولي تاني غير بتاع الناشئين خالص، فبتبدا اللي انت يعني انت ناقصك كل حاجه فعلا حرفيا، على قد ما احنا برضو ممكن نكون كويسين او حاجات في حاجات معينه، بس محتاجين نتطور في كل حاجه في الفولي عامه. برافو عليك، يعني يمكن انت بتقول ان انا عايز اتطور في كل حاجه، شخصيتي والفنيات طبعا. طب قول يا عبد الرحمن، احنا كنا شايفين كابتن هاني يمكن في ده تدريب في المباريات كان حاطط سماعه في ودنه، السماعه دي كان بيكلم مين؟ هو تقريبا يعني احنا ما نعرفش، بس هو كان بيكلم كابتن ابراهيم فخر الدين، يعني كابتن ابراهيم فخر الدين صح؟ شفت بقى؟ انا قاعد مستني اشوف حد منكم عشان اساله اصلا، يعني اه خلي بالك كابتن ابراهيم فخر الدين ده اسطوره جامده جدا في التدريب، حاجه يعني، فاكيد كان بيبقى اتصال معاه صح؟ كان قاعد فوق في المدرجات باللابتوب بتاعه، فكان بيتواصلوا مع بعض. اي خدمه يا جماعه، جبت لكم اهو خبر 100 100، يعني كابتن ابراهيم فخر الدين قاعد معانا على الملعب وكابتن هاني معاه. وخلي بالك يعني كابتن ابراهيم فخر الدين من المدربين اللي انا ما لعبتش فولي، ولكن كنت بحب اتفرج على تمرين، يعني الاجهزه اللي انتوا بتتمرنوا بيها دلوقتي والتلفزيونات والحاجات دي وبتاع، يمكن كان اغلبها هو اللي جاي بالظبط، يعني بيطور فيها جامد جدا. طب قول لي يعني سريعا كده عشان يعني وقتنا بيعدي، بس عايز كل واحد كان ليه نقطه مضيئه في حياته او مدرب او اسم هو اللي حطه على بدايه الطريق، يعني كل مهما راح ومهما جه، لا اله الا محمد صلاح بيقول كده، كل لعيبه الكبار، انت مين الشخص اللي في حياتك كمدرب اللي هيفضل لمبه منوره في حياتك؟ والله ما في مدربين كتير قوي، لا هات لي واحد من غير يعني ما حد يزعل، يعني احنا ما هو يعني طبعا يعني كل المدربين والله هو كل واحد مسكني زودني. طب قول لي ثلاث مدربين يا سيدي عشان ما احرجكش. يعني مش اكتر من كده. هو طبعا يعني في النادي طبعا كابتن ميدو هو اول واحد صعدني للدرجه الاولى، واول واحد اداني الثقه ان انا العب في المستوى يعني طبعا الناشئين حاجه ثانيه خالص غير الدرجه الاولى طبعا، فهو يعني اول واحد اداني الثقه ان انا العب، والصراحه بيديني فرص كتير قوي ان انا يعني. برافو عليك. طب خلاص خلينا نقف على كابتن ميدو. طب انت يا كابتن مروان؟ برضه نفس الكلام برضه كابتن ميدو نقله طبعا كبيره جدا لينا، يعني حتى في المعامله مفيش ما بحسش بجد ان هو مدرب ولاعب، بحس اكتر ان هو كل اللعيبه قالوا كده، اخونا الكبير يعني، بحس ان هو امام والدي كمان الله يرحمه، ربنا يوفقك يا رب، فبنحاول قد ما نقدر نتعلم منه ونستفاد منه على قد ما نقدر. مروان انا يعني سعيد بيك وبشكرك على اللقاء ده، انا اللي بشكرك، ربنا يخليك، شكرا ليا انا ونورتنا، والحقيقه كان لقاء جميل واتكلمنا في كل حاجه. مروان الصافي نجم طبعا الشباب في مصر، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. عبد الرحمن طبعا الحسيني نجم مصر الصاعد ان شاء الله، وواحد النجوم البارزين في النادي الاهلي كالشباب، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، ربنا يخليك كوتش ان شاء الله، واسعدتني بفكرك انت ومروان، ربنا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، كانت دي قصه ابطالنا او جزء من ابطالنا، ابطال النادي الاهلي اللي شاركوا مع منتخب الشباب اللي حصل على بطوله افريقيا وتاهلوا لبطوله العالم. استنونا اكيد حلقات اللي جايه، بس بفكر وانوه ان شاء الله ان احنا يوم الجمعه باذن الله هننقل لحضراتكم مباراه كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الجوله الرابعه في دوري السوبر، واللي هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل، وعايز اوضح ان المباراه هتكون الساعه 8 مش الساعه 6، لان تم تغيير ميعاد المباراه من ساعه. المباراه هتكون الساعه 8، نطلع باستوديو تحليل ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 7، انتظروا ان شاء الله الجمعه هتبقى تغطيه جيده جدا، واتمنى اكيد الفوز للنادي الاهلي في مباراه القمه. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى اللقاء يوم الجمعه القادم، شكرا جزيلا.